ليه؟ شو عم تساوي هون؟ نقعد هون يلا. لكن نلعي لعما شو فاتحين سبيل؟ معتز تعال نضف طاولة. يلا معلم. يلا هدو اعمل لي ساندويش الله يرضى عليك لبين ما اغسل ايدي. يلا فورا بسرعة ولا؟ يلا معلم. مرحبا يا حلوة. جوعانة؟ دخس الجوع. تفضلي. الله يسلمك. إن شاء الله صحتين وهنا. سعدو مور معلم. هذا محل باب رزق وقت بدك تتكرم تتكرم من كيسك مو من كيسي. فهمت ولا ارجع اعد لك اياها؟ وهي السندويشه اللي طعميتها للبنت راح اخصم لك اياها من اجرتك. مفهوم؟ يلا على شغلك. العام على الكرم الزايد. طعميني سندويشة والله جوعان. العب لا العب لك العمى. شو مفكرة مضافة مع الحل السحا؟ والله ما بعرف يا معلم. كل هوا حاضر معلم. هلا ليه تقلع العمى بيقلع مشوار يخرب بيته. معتز مرة معلم أنا واصل مشوار وراجي. فتح لي عينك منيحة. أمرك كثير فتحها. كثير بالك ما تاكل هم معلم. حدو ايه عمل لي وجبة غير شكل لبين ما غير ثيابي وغسل ايدي. يلا فضل فضل. صباح الخير معلم. خير ليش واقف هيك؟ الله لا يصبحك لا بخير ولا بمساء. خير ان شاء الله. بدي اقول على شغلي. رولع استغنيت عنك وعن خدماتك وعن شغلك. انا ما بشغل واحد حرامي. انا حرامي يا معلم؟ ايه حرامي. شو مفكرني ما شفت الفيديو اللي عم تطعمي فيه شحادين؟ لك عم تتكرم على كيسي؟ لك ساعدو على كيسي. ليش ما تكرم من كيسك؟ شو مفكر مطعم حاتم طي نحنا؟ روح رولع يلا رول ضرب سد ما يرد. خف لي ايدك انت التاني. حاضر معلم حاضر. يلا اشتغل بقى. الو ارنيم وينك؟ ايه انا بالجنينه ناطرتك. يلا لا يلا ناطرتك لا تتاخري. مرحبا انسه كيفك شو اخبارك؟ لا تأخذيني أنا آسف بس والله صلي شهر عم دور على رقمك مشان أتصل فيكي يعني وأحكي معك. ما عرفتيني؟
هي انا سعدو، سعدو بيع الشاورما اللي صورتيني. اهلين سعدو، تفضلوا عود. انت بتعرفي انك تخربتي بيتي؟ انا؟ ليش شو عملت؟ مو انت هيك صورتيني بهذا الفيديو تبع الولد اللي عم بعطيه سندويشات الشاورما ونزلتيها مدري وين؟ ايه بلا. ايه شافها هذا الحيوان تبع صاحب المحل وقال لي انه انا عم بسرقه وقلع لي من الشغل. العم شو ندلو واطي؟ لك انا والله ما قصدت شيء، انا بس كان قصدي انه يشوفوا اصحاب المحلات وانه يعملوا مثلك هيك يساعدوا الفقراء والمحتاجين، اكيد ما قصدي يصير معك اللي صار تقلع من شغلك. انت ما في منك، انا لهيك نزلت الفيديو كرمال الناس تعرف انه لسه في خير بهالدنيا. خير خير حصل خير، الله يجعلها اكبر المصاري. السلام عليكم. لا انا اللي اسف حقك علي، والله ما كان قصدي هيك. لك لا في داك شو هالحكي، رزاق الله بالاخير. يلا لا تاخذيني، السلام عليكم. الله معك. يا الله ليه هيك صار، لازم لاقي طريقه ساعده فيها، حرام بيستاهل. يلا انت كمان. ونشرت قصتك على كل مواقع التواصل الاجتماعي شو صار بينك وبين صاحب المحل، لانك بس طعمت الولد المسكين. وبلشت هالتبرعات تجي لك لحتى تفتح مشروعك الخاص وتساعد فيه الفقراء والمساكين. ايه ولقينا محل مشان نستاجره. يعني والله ما بعرف شو بدي اقول لكم، يعني ان شاء الله المحل هيك موقعه حلو. قبل المحل يا جماعه، يا خانو، يا انسه، هذا المحل بده عده والعده بالدرس مال. لك لا تحكي الوهم، التبرعات يلي اجت بتكفي لحتى تفتحوا المحل وتاسسوا وتشتغلوا فيه، فشو رايكم؟ شو راينا يعني؟ المنيحه بدها سؤال، يعني الله يجبر بخاطرك، والله يعني انا عاجز عن شكرك. لا ولو، هذا فضل وخير الله. المهم هي الامانه استلمي. ايه سلمي ايديك. الله يجبر بخاطرك. شايف يا حدو، الله الله ما ضيع لنا تعب، الحمد لله الحمد لله رب العالمين. الله يخلينا اياك يا خانم، كتر خيركم الهي. تفضلوا نكسبكم على فنجان قهوه كاسه شاي. دخيل قلبك ان شاء الله غير مره. خلص بامرك، ونحن شو بصير معنا بخبرك. ايه اكيد ماشي. يلا بالاذن منكم. السلام عليكم. سلامي. علي خانم. وليش؟ الله لا يوفقك يا سعدو. والله لا يوفق اللي صورتك. ولا يوفق الفيسبوك. تخرب بيتي، تخرب بيت بيتي. الله لا يوفقكم، الله لا يوفقكم.